إن شاء الله راح نتكلم في هذا الدرس عن كيف يتم علاج الأمساك. يجب يعني يجب المحافظة على حركة الأمعاء الطبيعية حتى لو لم يكن هناك رغبة للإخلاء يعني التبرز، ويجب الاستجابة للرغبة في الإخلاء وعدم كبحها، ويجب أن يحتوي الغذاء على ألياف، ولهذا ينصح يعني بتناول الفواكه والخضروات باستمرار، ويجب تناول يعني قدر كافي من السوائل. طبعا يوجد عدة أنواع من العقاقير التي يعني تستخدم لعلاج الأمساك، يطلق عليها اسم الملينات أو المسهلات، ويجب استخدام الملينات والمسهلات بحذر، يعني فربما يعني تؤثر على امتصاص بعض العقاقير يعني، أو يكون هناك موانع لاستعمال وهي يعني زيادة في الانقباضات في الأمعاء بحيث يعني تعمل على طرد البراز بشكل أسرع. أتمنى أنكم استفدتم من هذا الدرس. كان معكم الباحث خالد بن سعود الحليبي، وإن شاء الله نشوفكم في درس قادم.